بالمناسبه كنشكروا خصوصا محنا على سي مسي العام اللي يدير واحد المجهود كبير يتعلق ب ديك لا روكاد كما تسمى بالعربيه تاريخ المداري راه مهم جدا نستغلوا هذاك المدار في جانب خلق هذا المنتزه. كاين وعاء قاري كاين اماكن غير شويه ديال نجتهدوا كاملين باش نخلقوا ان شاء الله في غادي يجتمعوا فيه جميع الساكنه ديال الناظور العهدات وكل شيء باش تكون فرصه مواتيه لهذا المنتزه. لذلك هذا ملتمس بمناسبه هذه الدوره ان شاء الله يعني نتمنى واحد بين دورتين وثلاث دورات غادي نديروها من نقاش ديال الاعمال اللي غتشجعنا بفخر واعتزاز على كون ان هذه الولايه في هذا المجلس ديال مؤسسه التعاون خلقات واحد المرفق اللي هو مهم جدا وفي امس حاجه لجميع الساكنه. وشكرا. شكرا السيد الرئيس. الشيء راه ماشي شي حاجه كبيره، راه كاين الاخوان اللي راه اعضاء هنا ديال الجهه حتى هما غادي يتعاونوا معنا. راه دابا الجهه هي كل شيء، يتعاونوا معنا يجيبوا لنا شويه الفلوس من تما وحنايا نديروا هذه الفكره راه مزيانه نبلوروها ونديروها في وقت نشدوا الاعمال ونخدموا عليها. والسي تي بي قال لك راه الاشاره اللي عنده شي ميلف ولا شي حاجه غادي يطرف عليه، والسي تي بي غادي نقدوها هو راه واحد راه واحد اللجنه ديال البيئه ديال ذاك الشيء خصنا نشوفوا معاه باش يشوف لنا شويه الفلوس لهذه المؤسسه. وكاينين عاوتاني الاعضاء ديال البرلمان اللي عندنا هنا شي ربعه بهم غادي نشوفوا ندير السي تي بي رئيس عليهم ربنا يفيدنا شويه. لا ضروري السي تي بي. وشكرا للاخوان غادي نقراوا البرقيه الى سيدي.